وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من قناتكم المفضلة دائما بمشيئة الرحمن، ويسعدني أن أكون معكم في لقاء القمة، لقاء خارج التوقعات. دائما تبقى دائما هذه المباريات خارج كل التوقعات تحت عنوان العنجهية الكروية. من يستطيع أن يعلي كلمته اليوم؟ هذا هو السؤال. سنستمتع النهارده بمشيئة الرحمن كما توقعنا بإذن الله بمباراة حامية الوطيس على أرض الملعب. انطلقت بالفعل المباراة، الجماهير من هنا وهناك، كرنفال جميل، الناس كلها بتطلع في يوم جميل تنبسط وتهيص وتفرح وتطلع كل كوامنها ودوافعها. خلصت المباراة، فرحان أو زعلان في الحالتين مفيش مشكلة. الحقيقه لعيب رائع رائع، لكن النهارده مش مديله مساحه تألق حتى الآن. اوعى تنسى الجمله دي، حتى الآن عنده اعصاب جامده جدا وبيعرف يتحكم الحقيقه في رتم المباراه في اوقات صعبه جدا جدا جدا، بدون تضحيات بدون تضحيات. هنا القدره على التحكم في الاداء. الحقيقة لعيب رائع رائع، لكن النهاردة مش مديله مساحة تألق حتى الآن. اوعى تنسى الجملة دي، حتى الآن. تسلل فعلا، تسلل فعلا، تسلل فعلا. يتدخل بشكل روعة الروعة، وانطلاقة كالعادة. عنده لعيبة تصنع الفارق، يخرم، عايز يغمزها ويعدي على وسط الملعب مرة تانية، لكن مش معدي، مش معدي. وهي دي، وهوبا وهوبا، يا نهار أبيض، منتهى منتهى الخطوره، يا 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 يا، كان ممكن جدا تسكن الشباك. العرض حلو، يبقى الترجمه على ارضيه الملعب في الشباك هي اللي تقول حلو الحلو. الحقيقه لعيب رائع رائع، لكن النهارده مش مديله مساحه تألق حتى الآن. اوعى تنسى الجملة دي، حتى الآن. يا ولد يا لعيب، لا لياقته حلو، لياقته حلو، خطيرة أوي خطيرة أوي خطيرة أوي. لسه حالة من الترقب بين الجماهير، مستنيين أداء في قوة هجومية أكثر من كده من فريقها، وتسديدة روعة الروعة. التاريخ شيء والنهاردة شيء تاني خالص. توفيق مع مين؟ القدرة والقوة والصحة واللياقة والعافية مع مين؟ تبقى هي دي الإجابة. منتهى الخطورة، منتهى منتهى الخطورة، يا 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 يا، كان ممكن جدا تبقى جوه الشبكة، كان ممكن جدا تسكن الشباك. ضربة ركنية، أرضية حلوة قوي قوي، خطيرة خطيرة، انطلاقة وفي مساحة. يا ولد يا لعيب، بتلاقي أحيانا في التوقيتات الصح وصح الصح. ضربة ركنية،
خطيرة خطيرة. هوبا حلوة. الهدف الاول، المباراة هتتفتح، المباراة هتتفتح يا جماعة. كرة القدم غدارة زي السواق الدوارة، ما تقدرش تقف على جنب ابدا. عشرة على عشرة. يا سلام عليك يا ولد اللعيب. عرضية عالية خطيرة. توفى. في المتناول تماما. في المتناول تماما. وياخد كورته. ويهدي كده ثواني ويلعب واحدة طويلة. بدأ يعود للتألق والتفوق مرة تانية. ولد مكافح مكافح مكافح. هي يعني يرفع. الحقيقه لعيب رائع رائع، لكن النهارده مش مديله مساحه تألق حتى الان. اوعى تنسى الجمله دي حتى الان. عايز يرفع عميقه مش جاي حاجه. مقطوعه، مجهود كبير جدا بيتعمل. بيحاول يشوف ثغر. الجون يا جماعه بيخلص في ثانيه، يعني ممكن جدا يخطف هدف. وارد جدا. عجبني باداء اعتبره افضل اداء له حتى الان. مره تانية ده فايق ورايق وبيتحرك في اماكن في منتهى منتهى الروعه. اللي النهارده كمان بيلعب ماتش حلو قوي الحقيقه. خطيره جدا. هوب هوب. ربع ساعه. حرة غير مباشرة. تسلل وبالفعل تسلل سليم. بقول لك حضراتكم قلما يخطئ، يساعد اكثر من رائع. والقادم هي لعبة المساعدين، هم اللي هينجحوا اكثر القرارات الحقيقية والصحيحة. يا نهار ابيض على الكرة دي. كرة مفاجأة 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 مفاجأة. لعيب كبير لعيب كبير. لكن وحط تحت لكن بدل الخط 100 خط. تبقى الكرة عندما تسكن الشباك نتكلم مع بعضين. انما الاداء حلو والوصول حلو والنقل حلو والتسديد حلو وكله حلو. الحلو مش معدية. مقطوعة. بيبحث عن تعزيز المكسب ايضا مش بعيد عنه اطلاقا. كل الاجابات وارده في هذا اللقاء. منتهى الخطوره منتهى منتهى الخطوره. يا 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 بقول لحضراتكم استحوذ زي ما انت عايز ما يهمنيش. كان ممكن جدا تسكن الشباك.
اللعيبة تصنع الفارق. يخرم عايز يغمسها ويعدي على وسط الملعب مرة تانية. يصنع الفارق في كثير من الأحيان. زي ما حضراتكم شايفين الصورة ما بتكذبش، ما يلايموش على الكرة. بقول لحضراتكم مفيش فرصة نفس، اديني نفس، مفيش نفس، لأنه بيضغط ويستخلص وبينقل بشكل جيد جدا، واللعيبة لاقية بعضيها بشكل ممتاز حتى الآن. حتى هذه اللحظة طويلة وعالية. يا ولد يا لعيب، لا لياقته حلوه، لياقته حلوه. وارجع واقول، وارجع واقول، اوعى تنسى الهم كله لما الكوره تخش الشبكه. سيطر كيفما شئت، المهم مين اللي هيحط الكوره في داخل الشباك. هي دي الاجابه، اي اجابه تانيه لا يذكرها التاريخ ولا تعترف بها جداول الترتيب. مباراه صعبة جدا جدا جدا. هجمة خطيرة. يا سلام لو مشيت، منتهى الخطورة، قد يكون المنجد والمنقذ. وتسلل وضربة حرة غير مباشرة. جاي طبعا، جاي يوريك الكسل. لازم الحاجات دي على طول كومباكت، يعني ارجع واقفل على طول على وسط الملعب. ممكن جدا يتعادل، وارد جدا جدا، وتبقى في متناول الحارس. ورايا وصفارة بيجيد الخروج بسرعة وكشف مصيدة التسلل بشكل سريع جدا زي ما انتم شايفين كده. بالفعل بالفعل تسلل. يا سلام لو مشي، منتهى الخطورة، قد يكون المنجد والمنقذ. مفيش نفس، مفيش نفس، مش عارف ياخد نفسه حتى الآن. اللي قدامي أنا بقوله لا أكثر ولا أقل. وادي انطلاقها للولد الشقي، وهي دي، وهوبا وهوبا. يا نهار ابيض، كانت في المتناول وسهله جدا، سدت سهله سهله سهله، يمسكها بسهوله. مش معدية، مقطوعة. لاعب جيد جدا الحقيقة، بيلعب طرف شمال، شماله حلوة وبيعرف يرقص ويعدي. مش معدية، مقطوعة طويلة وعالية. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يتدخل بشكل روعة الروعة، وانطلاقة كالعادة. يا ولد يا لعيب، لا لياقته حلو، لياقته حلو. بص بعينه، ما رحمش بقلبه. هي كرة القدم عنوانها الرئيسي انها ملكة التقلبات. يا سلام يا سلام على احلى كلام.
المباراة في متناول تنصف والدنيا تتغير نص ساعة. مرة ثانية نقلة والثانية يا سلام على اللمسة، لكن الكرة مقطوعة. يعني الولد ده ستايله جميل، لو كده يفوق هيقدم كرة ممتعة مش بس في المباراة دي. ياخد فاول من احدى البقاع الصحية في الملعب. يا ترى هنا هيحطها ازاي؟ وعلى طول كده بلغة كرة القدم تطفيش. لكن الكرة مقطوعة. بص المدور مش لاقي، بص 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 الزحمة يا جماعة. قطم قطمة حلوة قوي، خطيرة قوي، خطيرة قوي، خطيرة قوي. صفارة والحكم هيدي ايه؟ وضرب الجزاء ياخد انذار صحيحة 100% 100%. وتركيز. يا الحرام، وحاه يا عيني عليك، يا عيني عليك يا جميل، يا عيني عليك يا جميل المحي. اعصاب من حديد حلوة 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 حلوة. ايه الجمال ده؟ مباراة جميلة يا جماعة، مباراة حلوة يا جماعة، مباراة صعبة يا جماعة. بهدفه الثالث ده قتل المباراة بشكل كبير. واخد مكان روعة الروعة ناحية الشمال. عايز يلعب واحدة عرضية. وعلى طول كده بلغة كرة القدم تطفيش. بيدور على السندة. يسيبها ناحية الشمال. هوبا خطيرة، هوبا. يا نهار ابيض، قلت لحضراتكم مش فاضل في الفيلم اللي انا شايفه ده غير النهاية، غير النهاية. والنهاية حطها ايه؟ اديله واحدة، اديله لمسها لمسة لا يسأل عنها على الاطلاق. حلوة 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 حلوة. يا نهار ابيض، ايه الليلة دي؟ بقول لحضراتكم الكوره فيها كل حاجه. ماتش حلو جدا جدا جدا، ماتش حلو غير متقن خالص خالص. زي ما حضراتكم شايفين الصوره ما بتكذبش، لانه بيضغط ويستخلص وبينقل بشكل جيد جدا، واللعيبه لاقيه بعضيها بشكل ممتاز حتى الان حتى هذه اللحظه. رتم المباراة في أوقات صعبة جدا 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 بدون تضحية، بدون تضحية. هنا القدرة على التحكم في الأداء.
حقه ينطلق منتهى الخطوره. وهي دي وهوبا وهوبا يا نهار ابيض. بيدور بيدور هوبا وهي دي وهوبا وهوبا يا نهار ابيض. مش ممكن مش معقول يا عالكورة يخرب عليك للصبح. مش ممكن ايه ده. عرضية خطيرة وهوبا بيدور على حد لمسة لكن فاول. متألق ومتألق الحقيقة وحاجة جميلة جدا جدا جدا. الحقيقة لعيب رائع رائع لكن النهاردة مش مديله مساحة تألق حتى الآن. اوعى تنسى الجملة دي حتى الآن. بيدور على الأوفر. عرضية خطيرة توبا يا نهار أبيض. يا راجل يا راجل فين الإحساس باللمسة. لو لمسة أقل من كده شوية لكن التوتر خلاه يلعبها بقوة أزيد من اللازم. فين بقى الكلام الحلو ده كله كان من بدري؟ فين الكلام الحلو ده كله كان من بدري؟ كده اتفرجنا على كورة حلو من هنا ومن هنا. لسه ما ظهرش ايضا على ارض الملعب. كله واقف كله واقف. هيرفع هيرفع هيرفع. هجمة خطيرة وعلى طول كده بلغة كرة القدم تطفيش. لكن اوشكنا على صفارة نهاية الشوط الاول. وخطيرة جدا. تصنع الفارق يخرم عايز يغمزها ويعدي على وسط الملعب مرة تانية. ارتداد مرة تانية يحاول يشوف صبر وانطلاقة وتوجه وخطيرة وخطيرة. الجماهير يا جماعة كل واحد داخل الملعب بيعتبر نفسه ان هو اللي بيلعب النهاردة. ولو حد جاب جون هتلاقيه بيرفع ايده بقوة كما لو كان هو احرز الجون. دي جماليات لعب كرة القدم. المشجع ينتصر بشخصه عندما ينتصر فريقه. هذه كرة القدم. اتعلموا بقى من المباريات اللي بنشوفها في اوروبا وهنا وهنا وهنا. ده انت بتضيع فرص عظيمة. الله عليك يا ابني الله عليك يا ابني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب. يا سلام يا سلام يا سلام. لعيب هايل هوبا يا نهار ابيض. مش ممكن مش معقول. كان هيلدغ اللدغه التك تك كان ممكن تبقى دوب. لكن سبحانك يا رب في الكره اللي فاتت دي ليه؟ كره ما تطلعش ابدا الا من جوه الشبكه. كان مكانها الشبكه لكن سبحانك يا رب. غريبه وعجيبه جدا جدا. يا عيني على الكوره وغرابتها وغرابتها. الجون يا جماعه بيخلص في ثانية. يعني ممكن جدا يخطف هدف. وارد جدا جدا. فعايز عد عايز عد عايز عد عايز عد. ينطلق منتهى الخطورة. رمي التماس. بيدور على الأوفر.
تطلعها بره وتبقى ضربة ركنية خطيرة جدا. ارتداد مرة تانية. يزق كورته لكن مقطوع. مبدعين في وسط الملعب. نقلتين ثلاثة. هيرفع. بصوا المساحات يا جماعة، مفيش رقابة أو مفيش التصاق، عشان كده الاستلام سهل. وينتهي الشوط الأول. الجماهير يا جماعة، كل واحد داخل الملعب بيعتبر نفسه ان هو اللي بيلعب النهاردة، ولو حد جاب جون هتلاقيه بيرفع ايده بقوة كما لو كان هو احرز الجون. دي جماليات لعبة كرة القدم. المشجع ينتصر بشخصه عندما ينتصر فريقه. هذه كرة القدم. سيداتي يا نساتي، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية مدحت شلبي يحييكم، ويسعدني أن أكون معكم خلال أحداث الشوط الثاني. زي ما شفنا وتابعنا مع بعض أحداث الشوط الأول، ماذا سيحدث في الشوط الثاني؟ ده اللي احنا هنشوفه ونتابعه خلال أحداث الشوط الثاني. بيدور على الأوفر، لعيب هايل وقفه. يا نهار أبيض على الكرة دي، كرة مفاجأة 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 مفاجأة. لعيب كبير، لعيب كبير. أرجع وأقول المباراة تحسم عندما تعبر الكرة خط المرمى داخل الشباك. احسب ده استحواذ وما استحواذ، ما عنديش ابدا حوار عليه. شكله لطيف وجميل، لكن في النهاية المباراة ما بتنتهيش بالاستحواذ. قطعها 10 على 10. وهي دي، وهوبا وهوبا. يا نهار ابيض، يبحث عن تعزيز المكسب ايضا، مش بعيد عنه اطلاقا. كل الاجابات واردة في هذا اللقاء. كبارة، الحكم هيدي ايه وايه، وضرب الجزاء. لا هيرحم بقلبه ولا هيرحم بعقله، قراره احمر، مش هيفوت حاجة ابدا ابدا. بالعدل والقسط، هو ده. وانطلاقه وتوجه، وخطيره وخطيره. يا نهار ابيض، مش ممكن، مش معقول. كان هيلزق اللفه، التك تك كان ممكن تبقى توك، لكن سبحانك يا رب في الكره اللي فاتت دي. ليه كره ما تطلعش ابدا الا من جوه الشبكه؟ كان مكانها الشبكه، لكن سبحانك يا رب. غريبه وعجيبه جدا جدا. يا عيني على الكوره وغرابتها وغرابتها. ضربه حره مباشره. يا اذا بكارت اصفر تاني وكارت احمر بعصبيه شديده جدا جدا. اتفضل اطلع، خلاص انتهى. خطيره جدا. هوب بدا يعود للتالق والتفوق مره ثانيه. دخل بشكل رائع جدا الحقيقه، وتقدم هجومي ممتاز. مرة تانية، ده فايق ورايق وبيتحرك في أماكن في منتهى منتهى الروعة. اللي النهاردة كمان بيلعب ماتش حلو قوي الحقيقة. الحقيقة لعيب رائع رائع، لكن النهارده مش مديله مساحه تألق حتى الآن. اوعى تنسى الجمله دي، حتى الآن. لكن مباراة مفتوحة وجميلة جدا جدا جدا.
لكن مش معدي مش معدي. انطلاقه واقف مساحه. اوبا اوبا يا نهار ابيض، حرام عليك يا راجل، يخرب عقلك من الصبح يا ابني، مش ممكن مش معقول. يا عالكورة يا عالكورة وجمالها، عايزين نتفرج على الإعادة. يخرب عقلك من الصبح، مش ممكن. ايه ده؟ ويعيد لنفسه الثقة بعد غياب طويل جدا، مفيش أي مشكلة، لكن بادي بداية فيها توافق قوي على وسط الملعب وفيها ثقة عالية. ما شفناش هجمات منظمة في الثلاث أربع دقايق الأخيرة دي، بانت خطورته بشكل في نظام أفضل. عشرة على عشرة، عشرة على عشرة. عايزين الكتير، بص حضراتكم الصورة هي مفتوحة، هتلاقي سبعة أو ثمانية قدام منطقة الجزاء أهو. أتيحت له فرصة تسجيل. اوبا الله ينور عليك، اختبار حقيقي بمنتهى الاتقان والمرونه والروعه. ياه لكن الكره مقطوعه. بص بيدور مش لاقي، بص 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 الزحمه يا جماعه. عايز يرقص في منتهى الثقة. يلا يا بطل. داخل لجوه. زي ما حضراتكم شايفين الصورة ما بتكذبش، ما يلايموش على الكورة. بقول لحضراتكم مفيش فرصة نفس. اديني نفس، مفيش نفس. لأنه بيضغط ويستخلص وبينقل بشكل جيد جدا، واللعيبة لاقية بعضيها بشكل ممتاز حتى الآن. في توقيت اقول ممتاز، اقول ممتاز. ياه يا على الماتش، يا على الماتش. 10 على 10، 10 على 10. يحطها زي الصاروخ. يا سلام يا سلام على احلى كلام. الحقيقه لعيب رائع رائع، لكن النهارده مش مديله مساحه تألق حتى الآن. اوعى تنسى الجمله دي، حتى الآن. لكن الكرة مقطوعه، مقطوعه، مجهود كبير جدا بيتعمل. يا سلام لو مشيت، منتهى الخطوره، قد يكون المنجد والمنقذ. وياخد فاول وضربه حره مباشره. مره ثانيه ده فايق ورايق وبيتحرك في اماكن في منتهى منتهى الروعه. اللي النهارده كمان بيلعب ماتش حلو قوي الحقيقه. ضربه ركنيه تتلعب تغير. اوبا سهلة سهلة سهلة. تسديدة كان ممكن تبقى أفضل من كده بمراحل بمراحل بمراحل. فاتح خطوط، دي رسالة للفرق اللي بتنزل تدافع طول الوقت طول الوقت. يا نهار ابيض، دي اخطر فرص اللقاء على الاطلاق، مفيش اجمل من كده. ويا راجل يا راجل مش ممكن، دي مكانها الشبكه. يا على الفرصه،
هي دي الكرة يا جماعة هتحط كم مرة جوه المرمى. الكرة اللي فاتت دي ولا في الأحلام تضيع. ضربة حرة مباشرة. عايز انذار بيقول للحكم اديله انذار، لكن الحكم حر يديله ما يدوش الحاجة بتاعته. في الدقيقة 60 انطلاقة خطيرة قوي خطيرة قوي خطيرة قوي. مش فاضل في الفيلم اللي انا شايفه ده غير النهاية غير النهاية. يا نهار ابيض ايه الليلة دي. ادي الركنية هوبا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب. يا سلام يا سلام يا سلام. هوبا. الله عليك يا ابني الله عليك يا ابني. اختبار حقيقي بمنتهى الاتقان والمرونة والروعة. ياه لاعب جيد جدا كده بيلعب طرف شمال شماله حلوة بيعرف يرقص بيعدي. ترجع مرة تانية على وسط الملعب ناحية اليمين عايز يرفع عايز عد. التاريخ شيء والنهارده شيء تاني خالص. توفيق مع مين؟ القدرة والقوة والصحة واللياقة والعافية مع مين؟ تبقى هي دي الإجابة. الله عليك يا ابني الله عليك يا ابني. حرام عليك يا راجل يخرب عقلك من الصبح يا ابني مش ممكن. يا على الكرة وجمالها ايه ده؟ ادي الركنية هوبا. يتدخل بشكل روعة الروعة وانطلاقة كالعادة. كرة مشتركة خطيرة جدا اعتقد ان فيها انذار. مال انذار للخصوم. ماشي هل بكده هتكسب؟ ممكن وممكن تخسر. امور الحقيقة يعني ما يجب ان تكون. ممكن جدا يكلفته في لحظة. عنده امكانيات روعة الروعة الحقيقة. هوبا هدف. يا نهار ابيض الله 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 الله. يا نهار ابيض حلوه 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 حلوه. المهم جاب هدف روعه الروعه. حلوه 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 حلوه. الكوره اللي فاتت روعه حطها حلوه حلوه حلوه. حط خروف براسه لا يخط ولا يرد. يا على المباراة يا جماعة يا على المباراة يا جماعة. من أجمل المباريات بقول لحضراتكم اللي أنا علقت عليها. فريق توفيق مناسب جدا تلقى الجميع وحطها جدا. كرة القدم كرة القدم يا جماعة كرة القدم تحيي النفوس والأرواح. كرة القدم هي دائما أكسير الحياة لكل شعور. عايز يعدي من القلب عايز يلعب واحدة عرضية. هوبا يا نهار ابيض. حلوة 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 حلوة. هجمة جميلة جدا جدا. بقول لحضراتكم الجول بيجي في ثانية. حلوة حلوة حلوة. لكن الكورة مقطوعة. بص بيدور مش لاقي. بص 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 الزحمة يا جماعة. عامل جيم ايه يا جماعة؟ عامل جيم ايه يا جماعة؟
وادي انطلاقة للولد الشقي. الجون يا جماعة بيخلص في ثانية، يعني ممكن جدا يخطف هدف، وارد جدا جدا. يتدخل بشكل روعة الروعة، وانطلاقة كالعادة، لكن الكرة مقطوعة. بص بيدور مش لاقي، بص 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 الزحمة يا جماعة. من ناحية الشمال وادي العرضية العالية، وهوبا العرض حلو، يبقى الترجمة على أرضية الملعب في الشباك هي اللي تقول حلو الحلو. فعلا تسلل صح الصح صح الصح. بعد يرفع داخل لجوه، ضربة ركنية. ادي الركنية، هوب يا سلام عليك يا ولد يا لعيب. ياخد كورته، لكن بشكل عام شكله مبشر بإذن الله. منتهى الخطورة، منتهى منتهى الخطورة. يا 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 بقول لحضراتكم استحوذ زي ما انت عايز، ما يهمنيش. كان ممكن جدا تسكن الشباك. لسه ربع ساعة، كل حاجة فيها ممكنة، كل حاجة فيها ممكنة. عايزين الجدير، بص حضراتكم الصورة هي مفتوحة، هتلاقي سبعة أو ثمانية قدام منطقة الجزاء أهو. صاحب الانطلاقات عمل مجهود عظيم 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 عظيم. بيعرف يمسك الكرة تحت رجله ويلعب، وده مهم أوي. ومردودة من القلب لسه. صفارة والحكم هيدي إيه؟ ضرب الجزاء. يا عيني على الجمال، يا عيني على الحلاوة، يا عيني على الطعام. وتركيز. يا سلام، الله الله عجوب، بتوقيت روعة وروعة الروعة. يا عالجمال اشتعلت المدرجات. النجم المتألق صاحب المهارات العالية. جميلة جميلة جميلة، وهي دي، وهوبا وهوبا. يا نهار ابيض، الدهن في العشاء يا كابتن. يزق كورته لكن مقطوعة. مبدعين في وسط الملعب. هيلعب العرضية، هيدور على العرضية، ما ارتكبش اي خطأ في الكرة اللي فاتت. بيدور بيدور. هوب في المتناول تماما، في المتناول تماما. وياخد كورته ويهدي كده ثواني ويلعب واحدة طويلة.
اول تغيير. تغيير مفاجئ بالنسبه لنا الحقيقه. الجماهير يا جماعه، كل واحد داخل الملعب بيعتبر نفسه ان هو اللي بيلعب النهارده، ولو حد جاب جون هتلاقيه بيرفع ايده بقوه كما لو كان هو احرز الجون. دي جماليات لعب كره القدم، المشجع ينتصر بشخصه عندما ينتصر فريقه. هذه هي كره القدم. في اليمين انطلاقه حرك وعجبني جدا جدا جدا. يعني الولد ده ستايله جميل، لو كده يفوق هيقدم كرة ممتعة مش بس في المباراة دي. عايزين الكتير. بص حضراتكم الصورة هي مفتوحة، هتلاقي 7 أو 8 قدام منطقة الجزاء أهو. النهاردة عنده فنيات عالية جدا في الملعب، في مجموعة من الحواف. مقطوعة. مبدعين في وسط الملعب. يا ولد يا لعيب، لا لياقته حلو، لياقته حلو. يزق كورته لكن مقطوعه. الشمال خطير، في اليمين خطير. بص الولد بيتحرك بجسمه ايه، بيرقص تانجو، بيرقص تانجو. حلوه 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 حلوه. يا نهار ابيض، ايه الليله دي؟ ضربه ركنيه. التغيير هيتم، هنشوف. احد المتألقين الكبار. ادي الركنية، هوبا. ده يوديك ايه؟ خايف من المباراة وعنده كل الحق. دي مباراة صعبة، الهدف اللي بيجي تعويضه ما هو سهل على الإطلاق، على الإطلاق. واخد مكان روعة الروعة ناحية الشمال. حلوة وخطيرة وهوبا. قطعها 10 على 10. لكن ما مشيتش السكة معاه. حلوة 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 حلوة. زي ما حضراتكم شايفين الصورة ما بتكذبش، ما يلينوش على الكورة. بقول لحضراتكم مفيش فرصة نفس، اديني نفس، مفيش نفس، لأنه بيضغط ويستخلص وبينقل بشكل جيد جدا، واللعيبة لاقية بعضيها بشكل ممتاز حتى الآن، حتى هذه اللحظة. لازم اديلك حق. 10 على 10. ينطلق من خلال الخطورة بارتقاء. الله 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 الله. حلوة 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 حلوة. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا ولد يا لعيب. عامل جيم إيه يا جماعة؟ عامل جيم إيه يا جماعة؟ يا على المباراة يا جماعة، يا على المباراة يا جماعة، من أجمل المباريات. بقول لحضراتكم اللي أنا علقت عليها الكريم، توقيت مناسب جدا، طاقة الجميع وحطها جميلة جميلة جميلة. متألق متألق على عكس التوقع. في ال5 دقائق الأخيرة من عمر المباراة، في ال5 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. داخل ويقدر يشوط وهوبا. هجمة خطيرة. لعيب هايل وهوبا. واحدة من عابرات القارات. هوبا. ضربة حرة مباشرة.
طاقة جبارة جبارة ومال الملعب يمينه وشماله حيث. اللعب الحديث، الكل بيهاجم والكل بيدافع. لكن الكرة مقطوعة. بيدور على حد عايز يسقط. تصنع الفرق، يخرم، عايز يغمزها ويعدي على وسط الملعب مرة تانية. ارتداد مرة تانية. استلام، يدور داخل داخل. يلعبها اي كلام اي كلام. بقول لحضراتكم لسه يبقى عنصر اللياقه البدنيه هيكون له دور على ارض الملعب. يزق كورته لكن مقطوعه. الراجل بيلعب وحيدا في المنطقه الاماميه اهو قدام حضراتكم لوحده. ويطلق الحكم صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة. وهنروح لجماليات المباراة كلها. أعزائي المشاهدين في كل مكان، مع تحياتي مدحت شلبي.